أجواء هادئة سبقات الجامع العام الاستثنائي الانتخابي في الصخيرات. وخو بصراحة أول مرة غادي نسمع هاد التسمية ديال الانتخابي، حقاش كنعرف الجموع إما كتكون عادية أو استثنائية. سي مختار بنوري مندوب عن عصبات الغرب، كنظن لائحة وحدة يمكن رئاسة الجامعة والمكتب محسوم فيها، ولكن نتوما كهواة مناديب شنو هي الإضافات اللي تقلبوا عليها من خلال هاد الجامع العام الاستثنائي الانتخابي؟ وشكرا اخ طارق. الاضافه هي اللي في الجامع العام الاستثنائي اللي داز الحمد لله داز في شفافيه ووضوح، وطرقنا مازال لجميع المسائل اللي كتخص الهوات، والحمد لله تحقق المكتسبات اللي خديتو من غير عضوين ومن غير العصبات الهوات. وحنا مازال ناضلو ان شاء الله سبحانه وتعالى، حنا مازال الخير قدام وناضلو ومازال كناضلو، وحنا مع هذا الرئيس الجديد اللي تفهم الوضعيه ديال الهوات، وكان رئيس وكان الفريق ديالنا هضروا كان في الهوات وكيعرف المشاكل ديال الهوات والهوات المشاكل. يحس بكم تمام، غيحس بينا وعارفها لانه عاش معنا وتكرفص معنا كما نقولوا بهذا اللغه هذه، وعارف المسائل كلها. والمشكل الكبير هو البنيه التحتيه، لان جل اغلبيه الملاعب لانها هي غير صالحه. كنتمنوا من رئيس جديد باش يتفاهم ويبطر بالملاعب ديال الفريق الهوات ان شاء الله. سمعت المقوري فريق عمل سوق السبت، كنظن يعني مكتسب عصبه الهوات، كنظن يعني حصلتوا عليه عضوين في المكتب الجامعي. شنو المكتسبات الاخرى سي محمد اللي كتقلبوا عليها؟ المكتسبات الاخرى اولا بعدا تنشكركم على الاستضافه. المكتسبات الاخرى ان شاء الله، المكتسبات الاخرى هي اللي اهم، هو الاستحقاقات القديمه بما فيها لا 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 العصبه الوطنيه لكره القدم هوات. كنظن هذا يعني غادي يبدا، يعني كنظن المكتسب حصلتوا عليه رسميا في القانون المعدل. انتوما شنو الليجان غتحاولوا تقنعوا المكتب باش يكون دعم اكثر للهوات والقسمين ديالهم الاول والثاني؟ شنو هي المسائل نتوما اللي يعني كمجموعه مناديب اتفقتوا عليها؟ البوادر ان شاء الله تبدا تقريبا الاسبوع المقبل. هذا غادي يبقى ربما خبر اللي غادي نزفوا المجموعه الوطنيه تاع الفرق تاع الهوات، وانا ان شاء الله اننا خدينا يمكن وعد من طرف الرئيس على اساس انه مازال ماشي رئيس يعني ثلاث ساعه المقبل اللي يعني كاينه لائحه وحده في انتظار تم التزكيه ديالو. ايوا الرئيس المقبل ان شاء الله الا كتب الله انه ان شاء الله غادي. شنو الوعد اللي عطاكم السي رجع في حاله لا يعني تاكد رسميا 100% الرئاسه ديالو الجامعه؟ اولا الدعم المادي اللي تنعاني منه. شنو وعدكم؟ شنو الرقم؟ كنعرفوا هو رجل اقتصاد وعنده مع الميزانيه، شنو الرقم اللي عطاكم؟ الرقم اللي عطانا على ما اعتقد انه بين 100 مليون و 80 مليون للقسم الوطني الاول. بين 80 و 100 مليون للقسم الوطني الاول، وتنتمنى ان شاء الله باش هذا الرقم هذا يتزكى. هذا من القسم الثاني؟ القسم الثاني 60 مليون، في لي زونفيرون ديال 60 مليون. مزيان، كنظن رقم مزيان في انتظار الاحسن مزيان. هذا ما نتمناه، هذا كان كلام، تنظن ان شاء الله غادي يترجم على ارض الواقع. طيف العافيه، علاش حضر اليوم وعلاش ما حضرش الجمع اللي فات؟ اشنو وليت تبدل من الجمع العام الاستثنائي الاول الجمع العام الاستثنائي الانتخابي ديال اليوم؟ الجمع العام اللي فات بان انا ما بغيتش نحضر، ولكن ما عندوش علاقه بالتوقيف اللي كنتي توقفتي؟ ما عندوش حتى شي علاقه اصلا، التوقيف ديالي ما كانش شي قانوني، لان لا يعقل رئيس عصبه يوقف موظف. هذه باش كتعرف باقي التوقيف ولا لا؟ التوقيف زال صافي ما بقاش. اشنو وليت تبدل باش زال التوقيف على عبد الطيف العافيه بصراحه؟ ما تبدلت حتى شي حاجه بالنسبه لي، لان كاع داك التوقيف ما لا، ولكن كانوا موقفينك عام ياك؟ وحيدوه في ظرف اسبوعين. واش الاجراءات اللي اتخذوا باش يوقفوني اجراءات غير قانونيه؟ شنو اللي خد القرار ديال ازاله التوقيف؟ هو الموظف ديال الجامعه هو السلبي. وشكون اللي حيد القرار؟ هي اللجنه، بان من شافت الملف ديالي ورجعت وجبرت الملف خاوي. واش هذا ما عندوش علاقه باللوائح ولائحه وحده
كل شيء غيمشي مع لا ديك اللائحة؟ لا لا لا، ما عنده تعلق مع، بس أنا كتعرفني كنهضر بالصدق بأن لا علاقة له مع هذه اللوائح ولا لائحة وحدة ولاش، لأن أنا كنت كنقولها وكنعاودها بأن كانت مسألة انتقامية مع عبد اللطيف العافية. أش كنتي مع اللائحة ديال أكرم؟ بالفعل هادشي اللي وقع. دابا انت مع اللائحه ديال الاسترقجاع ولا لا؟ هي اصلا كاينه لائحه وحده حنايا مع خصو تزكيه كنظن، ماشي الحمد لله البرنامج اللي عطلنا واجتمعنا مع رؤساء العصاب، الحمد لله برنامج هو برنامج طموح وبرنامج الى تطبق ما يكونش غير كلام، وكان ربما راه غادي يكون يعود بالخير على الكره الوطنيه، وحنا ما يمكنناش نعطيو بالطهر اذا جا واحد السيد واحد البرنامج اللي هو طموح. علاقه عبد اللطيف العافيه اليوم مع عبد الملك ابرون حتى هي تحسنات ولا مازال؟ بالفعل تحسنت بانه كيبقى فريق كينتمي للعصبه ديالنا، وانا بصفتي كرئيس عصبه جميع الفرق خصني تكون العلاقه ديالي معهم مزيانه، لان كيبقى واحد الاختلاف اللي كان بيناتنا، هو كان كيمثل واحد اللائحه وانا كنت كنمثل واحد اللائحه، هو عنده الطموح باش يتجوز هذيك اللائحه وانا كنت عندي الطموح باش يتجوز اللائحه ديالي، ولكن في الاخر حنا كنصبوا في مصلحه ديال الرياضه. صافيه لبن دابا؟ لا صافيه لبن الحمد لله، دائما صافيه لبن دائما الحمد لله. الله يبارك مولود. يعطيك الصحه مولود. كنظن لائحه وحده كنظن محتاجه للتزكيه، وكنظن التزكيه غتكون باغلبيه ساحقه ياك مولود. نتمنوا ياك نتمنوا مولود غيكون ان شاء الله، ولا بغيتوا نتوما المناديب عضو جامعي كيمثل الهوات اضافه للسي اسماعيل الزيتون. طبيعه الحال عندكم مكتسبات كثيره حصلتوا عليها، شنو المكتسبات الاضافيه اللي كتحاولوا تقنعوا الرئيس الجديد انه يضيف الهوات؟ قبل ما تكلمتش على المطالب اللي غادي ندافعوا عليها داخل المكتب الجامعي، نبغي نقول من خلال برنامج هوات والقناه الرياضيه بان احنا ان شاء الله الا توفقنا في هذا الجمع العام العادي اللي ان شاء الله نتمنى ان يكون انطلاقه اخرى حقيقيه من نهوض واقع كره القدم الوطنيه، نبغي نقول باننا راه اليوم ما يمكنناش نجيو حنا نقولوا ما كان والو، كان عمل كان مجهود كان كذا محاولات، نبغي نشكر خصوصا في الهوات، نبغي نشكر الناس اللي كانوا مسؤولين على 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 لا في الجامعه ولا على تسير كره القدم الهوات. احنا ان شاء الله داخل المكتب الجامعي الهوات انا وزميلي سي اسماعيل بإضافة إلى 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 الدفاع عن الواقع كرة القدم بصفة عامة الوطنية من خلال المنتخبات الوطنية والبنية التحتية والأندية والعصب، ولكن إن شاء الله نعد إخواننا في الهوات بأن صوت الهوات سيكون قوي داخل المكتب الجامعي، وعندنا مجموعة من المطالب لا في البنية التحتية راه اليوم، وربما راه سي القجاع شرح بها راه المثل مقبول بأن الأندية تلعب في ملاعب غير معشوشبة، مشكل النقل ومشكل الدعم المادي اللي يجب أنه ينضاف لهذه الأندية هذه ديال الهوات. إسماعيل الزيتوني عن فريق أولمبيك تشيرة، نقول مبروك مسبقا ولا مازال انتظار تزكيه كعضو جامعي كيمثل الهوات؟ تيسالي الجمع العام ان شاء الله. شنو كتخايفين من شي مفاجاه ولا؟ كنظن لائحه وحده احنا نتبعوا القانون، نتبعوا القانون حتى لاخر لحظه. واخا كيف سولت مولود اجف يعني كاينه مكتسبات حصلوا عليها الهوات، يعني دخول العضوين شيء جميل، تاسيس عصبه وطنيه ديال الهوات، شنو المكتسبات الاضافيه سي اسماعيل اللي غتحاولوا تقلبوا على كعضوين جامعيين كيمثلوا الهوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حنا كما كيعلم الجميع بان عندنا واحد الهدف اننا نزيدوا نرقوا بكره القدم ديال الهوات الى الامام. هذا الشيء كامل غادي يجي ابتداء من تكميله العمل اللي بداوه الاخوان اللي سبقونا في هذا الميدان هذا، لا في الرابطه ديال الهوات ولا ديال المجموعه الوطنيه هوات ولا اللجنه ديال تسيير الهوات، لان ما نكروش بانه داروا واحد العمل جبار المده هذه كلها، ويعني داروا مكتسبات كبيره. يعني سي اسماعيل انا كنعرفك ما تهضرش لغه الخشب، شوف جيني نيشان وقول لي انتم كعضوين اشني البنيه التحتيه دعم اضافي مادي كبر، عارفين الرابطه ما لها وما عليها وداروا اخلاط وداروا شي حوايج زوينين. الله يخليك عطيتيني سؤال وخليني نجاوبك بسميتك اسماعيل الزيتوني. دخلنا الرابطه ودخلنا لا باش ما نكروش، لان كاين بزاف ديال الناس كيجيو دابا تيقولوا لا دوك الناس اللي سبقونا ما داروا والو تكرفصوا على الهوات، لا خدموا دوك الناس ولكن خدموا في حدود الامكانيات اللي كانت متوفره لهم. حنا دابا ابتداء من غدا ان شاء الله غادي نبداو في البرنامج ديالنا، اولا بفتح المجال لجميع المكونات ديال فرق الهوات، نستمعوا للاخوان، نديروا زيارات ميدانيه لجميع الجهات ونجلسوا مع جميع الفرق ان شاء الله، وناخذوا عندهم المسائل اللي هي مهمه الايجابيه والمسائل اللي هي سلبيه اللي ما غاديش تكون نافعه غادي نحيدوها، وعلى هذا الاساس هذا غادي نشتغلوا ان شاء الله باش نرقوا بكره القدم ديال الهوات الى الامام، واللي غادي نبشر الجميع ان شاء الله
من خلال البرنامج ديال اللائحة ديالنا إن شاء الله، أن هذه السنة إن شاء الله غادي نحاولوا تكون هناك واحد المنحة استثنائية للفرق ديال الهوات، لأن كتعرف خصوصا لا ما كاينش رقم محدد، ولكن تندخلوا بعدا إن شاء الله إلا كتب لهم ندخلوا المكتب الجامعي ونشوفوا المسائل كي دايرة بالأرقام، وغادي نحاولوا نصلحوا المشكل اللي واقع ديال الشطر الجنوب، لان كما كيعلم الجميع ان جميع الهوات استفدوا من المنحه ديال الترتيب الا شطر القسم الاول شطر الجنوب. ان شاء الله غادي نخدموا في هذا المسميته، ولكن نبداو بعدا والكمال على الله ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. شنو المكتسبات السي محمد اللي حاولتوا انتم ك 17 مندوب تضيفوا اللوات من غير تاسيس عصبه اللوات ومن غير العضوين اللي غيلعبوا دور كبير في المكتب الجامعي القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد بانه الفريق اللي كنتراسوا هنا في سديمون ما كاينش على فريق واحد، كاينين تسعود ديال الفرق اللي منتاوين تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للكره. كتراس لا كان واحد فرقه، ولكن عندي تسعود ديال الفرق اللي في قسم النواه، زائد فريقين في القسم الوطني الاول كره القدم النسويه، زائد جوج الفرق في كره. تبارك الله تبارك الله. وهذو كلهم كتعطيهم فلوس ولا كتفرق عليهم شويه ديال الفلوس؟ ضروري اللي كتمشي معاهم ف لذلك كان المكتسبات اللي غدافعوا عليها. المكتسبات هي خلق هذه العصبه، اطار ديال كره القدم القاعديه هي العصاب، هي في البنيه التحتيه والناقل والمسائل اللوجستيكيه كلها. كنظن بان كاين حاجيات متزايده ديال الفرق ديال العصاب، لذلك هذه جات فرصه مع التغيير الجديد، مع رفع الاداء ديال كره القدم، تطوير الاداء وتطوير العمل على مستوى العصاب، خاصه على مستوى فرق ديال الهوات اللي كتشكل القاعده الاساسيه واللي كتشكل تقريبا اكثر من 70 80% من 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 ممارسه كره القدم المغربي. شكرا سي محمد. تبارك الله. السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، السيد ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، لولا تدخل ممثل الفيفا والكاف السيد كابيلي واللي بقى كيشكر تقريبا شي نص ساعة، لكنا نشوفوا أقصر جمع عام في التاريخ البشري. Monsieur le représentant du Comité national olympique du Royaume du Maroc, Monsieur les membres. Mesdames et Messieurs les présidents des ligues régionales, Messieurs les représentants de la presse, la commission de travail. عموما الجمع دام 85 دقيقة منذ البداية، وحتى كلمة فوزي رجع الرئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتدخلات بعض المهنئين. استثنائية لانتخاب المكتب الجامعي. اما فيما يخص 2013 اسمه حنا في لي باساسيون دو كونسيني مع الناس اللي غادي يجيو غادي نعطيهم كاع الوثائق وغادي غادي يشوفوا كل شيء. اون بليس نزيدكم حاجه اخرى، 2013 ايتي اوديتي، دونك ما نهضر الله يخليكم خفوا علينا الاشياء، خليونا ندوزوا الجمع ديال العام ديالنا، يطلع المكتب الجديد حنا راه الاشاره ديالهم باش وشرع الاشاره سيتي اوبليغاسيون ملزمين باش ديروا معهم لا باسيسيون دو كونسيلي. اذا هذا الشق هذا خليوه. يستند في وضعه على النظام الاساسي النموذجي للاتحاد الدولي لكره القدم، وكذلك عن النظام الاساسي للجامعه المصادق عليه في الجمع الاخير، خاصه منه المواد المادتين 33 و36. مصادقه الله يخليك. شكرا. نمرر النقطه المواليه.
لا يحد ترشيحات لرئاسة الوحدة ومكتب المدير الصفة رئيس ووكيل اللائحة. نعم عندكم شتوا هيا نقراوها 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 الله يخليك. السيد فوزي مقجع عندي الصفوة الأولى 3 أعضاء السيد محمد بودريقة السيد نور الدين بوشحات السيد الملك أبرون. عندي الصفوة الثانية حسن الفيلالي نور الدين البويضي رؤساء العصر محمد جدار محمد عدال. أندية كرة القدم هواد مولود أجف إسماعيل الزيتوني. أي إذا سمحتوا عندي واحد التدخل فيما يخص هذه القضية ديال الانتخابات. جو كخوا كو لارتيكل 17 دو ستاتيو دو لا فيفا ستيبول كو il y a soit élection, soit nomination par l'Assemblée générale. Et pour éviter le fardeau des élections, etc., là, puisqu'il y a une seule liste, et qu'on a au niveau du statut de la FIFA, l'article 17, on fait ça par acclamation et nomination de la liste, c'est tout. C'est une proposition. لا غير بلادي سي فو بيرميتي جو ريبوندر ا سيت كيستيون. حنا ماشي غير جينا قدامكم باش نعملو لكم هذا الاقتراح تقنا مع الناس ديال لا فيفا ولا الناس ديال لا كاف. يقول لك بانه الا ما كاينش واحد اللي اعترض على لاكلاماسيون اون باس لاكلاماسيون. دابا الله يجزيكم على الخير لا كيستيون اي لا سويفونت واش كاين شي واحد اللي كيعترض على لا اسمح لي واش كاين شي واحد اللي كيعترف يرفع يديه. ما كاين شيء بس لاكلاماسيون ما كاين حد. يا والله جعل كل شيء مبارك مسعود وخليكم خليكم فين غير دابا كنطلبوا من السيد الرئيس يتقدم. سيد ممثل وزارة الشباب والرياضة سيد ممثل لجنة أولمبيا شير كوليك لي ريبريزونتون دو لا فيفا اي دو لا كاف زملائي إخواني الرؤساء رؤساء العصر أندية القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني وأندية الهوات فوتوغراف فوتوغراف أخواتي إخواني رجال نساء ورجال إعلام الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه القسم الوطني الثاني وأندية الهوات. فوتوغراف فوتوغراف. أخواتي إخواني رجال نساء ورجال إعلام. فوتوغراف. اسمحوا لي في البداية وبشكل صادق أن أتوجه بالشكر الخالص لصديقي وأخي سعد الله غالب والمكتب الذي رافقه خلال الأشهر الماضية والذي بالفعل وكما جاء في العديد من الكلمات أنه تعامل بحكمة وصبر مثاليين وتمكن بحنكة فائقة أن يخطو بكرة الوطنية نحو الأمان نحو بر الأمان. أتقدم بالشكر الخالص والتهاني الحارة لأعضاء المكتب الجامعي السابق وعلى رأسهم صديقنا وأخونا السيد علي الفاسي الفيلي الذي عمل طيلة 4 سنوات لتمكين كرة القدم الوطنية من بلوغ الهدى التي تحتله حاليا بما له وما عليه وضع كما قال الجميع ويتفق الجميع يفرض علينا مجموعة من التحديات والرهانات تحديات ترتبط أساسا باحتضان بلادنا لمجموعة من التظاهرات الدولية رهانات تفرض علينا أن نعمل جميعا لتطوير كرة القدم الوطنية وتمكينها من بلوغ مصافي الأوضاع المتقدمة لدى العديد من البلدان. واسمحوا لي أن أقول لكم بأنني كما قلت لزملاء الرؤساء ولنساء ورجال الإعلام وعبركم للرأي العام أن كل هذه التحديات لن نتمكن من رفعها إلا بشكل جماعي إلا إذا كان الجسم الكروي جسم واحد إلا إذا شعر كل واحد منكم في هذه القاعة أنه رئيس جامعة وكاتبها العام ومديرها المسؤول عن المنتخبات إلى غير ذلك للقول بأن المسؤولية مسؤولية جماعية وأبواب الجامعة عليها وستظل مفتوحة للجميع لكل النيات الحسنة معكم إن شاء الله سنتمكن من وضع الأسس وتمتينها إن كانت موجودة لمستقبل كروي ظاهر بشكل جماعي. سنعمل على وضع كرتنا الوطنية في المسار الحقيقي في ظل خدمات جليلة يجب أن نقدمها لبلادنا وفق منظور ووفق سياسة رشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله ونصره. وخير ما أختم به قولي هذا وكلمتي هذه قوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. غادي نختمو باش سالة جدار. أهم هو المنتخب الوطني المغربي لأن الملعب ما غاديش يدخلو 10 ديال الأعضاء الجامعيين وما غيكونش العميد هو فوزي القجع. هما يمكن يوفروا الظروف الملائمة للمنتخب لكن الأهم هو 11 لعاب اللي خصهم يكونوا جنود مجندين للدفاع عن سمعة المغرب. أكيد حتى واحد فيكم ما كيعرف شكون هو رئيس جامعة إسبانيا أو فرنسا لكن كلكم كتعرفوا كزافي كاسياس إنيستا إلى آخره. صافي هادشي ديال الجمعة العامة خدا وقت بزاف ودابا راجع وقت الخدمة وعلى جميع المستويات وورونا حنة يديكم. وبمناسبة نتمنى واحد سعيد الفوز القجع ومن معه.
في الجمعين بجوج، استثنائيين بجوج، يمكن الصوت الوحيد اللي كان معارض كان كيدخر وكان كيدير احاطات ونقط نظام وكيعترض على شي حوايج هو جمال الكعواشي، ولكن غير كدير التدخل ديالك كنسمعوا اصوات اخرى، كنشوفوا التصويت وكنشوفوا. اش رايك في هذه المساله؟ هو انا ما فهمتش، انا كنعبر قلت انا خصي يكون التقرير الادبي والمالي، هذا شيء قانون في القانون، هذا ما في هذا لانه يجب ان نحاز الجهه من الجهه المسؤوله على الحساب على الحساب التقرير المالي. يعني بالنسبه لك كان خص تتم القراءه ديالهم والمناقشه ديالهم باش يكون جمع عام قانوني وصافي، لان بالنسبه للجمع العام اللي نسمعوا واحد الفضائيه غريبه، جمع عام انتخابي وما كاينش قانون، كاين جمع عام عادي، هذا جمع عام عادي فيه نقاط، كاين الجوله، كاين التقرير الادبي والمالي والتقرير والانتخاب ديال الرئيس. في نظرك انت السي عمر كيفاش دازت الاشغال؟ شفنا التدخل ديالك تقريبا. التدخل ديالي المهم الموضوع، انا التدخل ديالي كان كيصب ما بغيناش نديروا التكرار، هو كان كيصب في هذه المرحله اللي دازت الانتقاليه، من سيحاسب عليها؟ هذه هي النقطه اللي كانت اساسيه طرحت من طرف السي جمال الكعواشي. اذا ما بغيناش نشوف، يعني انت كنتي باغي التقرير الادبي المالي نناقشهم؟ هذا هو، لا بد من التقرير الادبي والتقرير المالي، لان بغيت طار ضروري باش يطرحوا لنا شكون، من سيناقش، من سيحاسب على هذه الفتره. كون باساسيون كونسين، باساسيون كونسين يعني تسليم السلطات، لا يعني تحمل المسؤوليه. لا يعني تحمل المسؤوليه. اذا المحطه ديال اليوم، حنا كل ما في الامر وهو ان كانت محطات، كانت محطة اللي تثبيت الذات. إذا المحطة ديال اليوم ديال الجمع العام جات بداية، حنا كانوا تعرضوا لوائح وتعرضت علينا أسماء باش نديروا لوائح، حنا بغينا نبقاو مجموعين، هذا باش نتعاونوا جميع على كرة القدم التي توجد حاليا في الحضيض. حتى شي جوج ما كيختلفوا على هذا، تماما، نحن في الحضيض. الله، شكرا سي عمر. سي حسن، هو صحيح الشباب هو راه ما بقاش في اللوات وما كنتمناوش ترجع اللوات، كفار كيف دازت الاجواء؟ وبكل صراحه سي طارق، الاجواء كما تلاحظوا جميعا الاجواء دازت في المساواه، ولكن اللي كنتمناو هذه الاجواء اللي دازت في الجمع العام انها تفعل من بعد هذه المرحله هذه ومن بعد الانتخاب السيف وجل رجع، لان البرنامج على ما اظن راه شامل عده مسائل اللي غادي تمس بزاف ديال الاوراش، من دين ما نرى المنتخب الوطني، من دون التكوين، من دون بزاف ديال الدعم، البنيه التحتيه، الدعم، دعم الانديه اللي هو الاول، لان الا ما كاين دعم راه ما كاين حتى شي حاجه. نطلبوا من الجميع هذا التضامن اللي كان اليوم في القاعه، نتمنوا يتضامنوا دائما في العمل ويكون كل شيء خدم، وتجندوا جميعا باش يكون الاصلاح ديال الكره الوطنيه على صعيد الوطن، وتكون هاد الفرحه اللي كاينه اليوم تثبت في العمل اللي غيدار من بعد 13 ان شاء الله، من بعد هاد الانتخاب ديال الرئيس الجديد سيف وجه الغزاع، يكون الجميع يعمل في الاتجاه الصحيح، وتكون كرة القدم هي الرابحة الأكبر والأول في الحفلة هذا، واللي نتمنى أن الجميع يتضافر، هذا هو في يد فد مع الرئيس الجديد والمكتب المديري ديالهم، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا. سي رمضاني، رئيس فريق فتح الناظور، كانت عندك شي ملاحظات؟ كيفاش شفنا التدخل الوحيد ديالك، طالبتي التزام بجدول الاعمال، وكنتي من الناس اللي يمكن ما بغيتيش تناقش النقطه ديال التقرير الادبي والمالي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لان كنشوفوا الجمع العام، لان كان جدول الاعمال واضح، والناس المسيرين ديال الانديه كاملين توصلوا به في واحد الوقت اللي ازيد من اسبوعين، وكانت الامور واضحه، وكان نسمدو كما نقولوا بان النقط اللي كانوا واضحين هي سميتو هي انتخاب رئيس جديد، وبما ان كانت لائحه واحده، وكان كان كان الجميع متفق على رئيس السيد فوزي القجع، والقضيه ديال التقرير المالي والادبي اللي نتناقش، لان كان لو كان خصنا نورمالمون الطعونات كيخصو يكونوا من قبل، على 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 بما ان الغات لا فيفا الجمع العام، تما كان رؤساء ديال الانديه اولا الحضور
تم يطالب على التوضيحات حول التقرير المالي والادبي، بما ان ما كانت سجلت حتى اي اعتراض على هذا النقط هذا، وكانت المصادقه على التقرير المالي والادبي السابق بالاجماع، وكان السيد الرئيس علي فاسي الفريق خذا الكيتيز ديالو من عند كما نقولوا الموثق، ولهذا ما بقاش الاشكاليه ديال التقرير المالي والادبي. ولهذا احنا كانديه ديال الهوات نشوفوا المصلحه ديال كره القدم، لان كاين استحقاقات مهمه جدا، ولهذا احنا ضيعنا الوقت الكافي، ولكن ما خصناش نضيعوا الوقت في هذا قيل والقال، لان لا جدوى منه. نتمنى التوفيق وتكون نيه حسنه، ومن اجل المصلحه العامه ومن اجل الصحه كره القدم المغربيه. كان متوقع لائحه واحده سيرجعوا 9 الاعضاء معاه، يمكن دابا في الهوات يبدا الحديث على اللجان، وغنشوفوا يمكن لجنه مؤقته ديال تسير الهوات، واش بديتوا كتكلموا كهوات على هذه المساله دي، والعصبه المستقبليه عصبه الهوات؟ وبصراحه الان لحد الساعه اللي كنهضر معك فيها ما كاينش حديث في هذا الموضوع. كاين شوفوا كان جمال وكنهضر معك بصراحه سي طارق، لان كاين الان لجان المؤقته اللي غادا تكون انتقاليه ريثما تاسس العصبه ديال الهوات كره القدم، فهذه غادا تكون الان بيد المكتب المديري اللي غادي يعين رئيس من عندهم، وغادي يكونوا مع الاخوان ديال 17 ممتنين فيها تقريبا باش يسيروا ما تبقى من البطوله ديال القسم الوطني هوات، في انتظار ان السنه كما جاء على لسان السيد الرئيس ان السنه المقبله ستنطلق البطوله ديال الهوات بالعصبه ديالها بالهياكل ديالها اللي غادا تسيرها. فالان كاين مجموعه ديال الاخوان اللي كاين ربما مجتمعين باش يكون عندهم راي واحد على شخص اخر واحد اللي غادي يمكن يدعموه. شكرا جمال. شكرا. دابا المرحله الاولى هذه غير خطوه اولى، انتخاب مكتب جامعي، كاين خطوات قادمه، كاين لجان، كاين لجنه مؤقته تسير الهوات، كاين مجموعه من الاشياء. واش بديتوا انتم يعني ك 17 مندوب ديال الهوات ولا كعصاب بديتوا بدات الكولاسه، بديتوا يمكن كنتكلموا على مرشحين اسماء بعينها، ولا مازال كتخليوا هذا الشيء للمكتب الجديد؟ لا تقريبا قد نقول لك بانه لحد الساعه ما كاين حتى شي توجه في هذا. كاين شويه الكولاسه، كاين شويه الكولاسه. لا يقدروا الاخوان ديال الهوات يدافعوا على مصالحهم، هذا من حقهم، ولكن اعتبارنا احنا بعدا رؤساء عصاب، وحتى انا كنقول علني لا زلت انتمي للهوات، ربما انه المشروع اللي جا به السيد الرئيس راه يمكن جميع مكونات كره القدم الوطنيه محتاجه تدخل بجميع اللجان. ان شاء الله خاص يتزادوا اعداد اضافي، لان عدد اللجان كبير وعدد الاوراش كثير بشكل كبير. هو تعرفت السي طارق ماشي قضيه في عدد اللجان، القضيه في الكفاءات اللي خاصها تكون متوفره على صعيد المملكه باش تغطي النقص اللي خاص كره القدم الوطنيه. ونتمنى ان شاء الله انه مجموعه من الفعاليات اللي شفتوا راها كلها كيجي كيدافع على مصالح المنظومه اللي هو متواجد فيها، ولكن المصلحه العامه لكره القدم الوطنيه هي الاساس ان شاء الله. شكرا. مرحبا. واش بدات الكولاسه في الهوات ولا مازال؟ اللجان ولجنه مؤقته والعصبه؟ صراحة الكولاسة أنا ما شفت حتى لحد الساعة ما شفت كولاسة. نحن نتمناو باش تبان اللجان وباش تكون متمثلة في الجميع، وتكون اللجنة ديال الهوات اللي تسهر على مصالح الهوات في جميع أنحاء المملكة المغربية. اليوم نتمناو من الجامعة الملكية المغربية أنها تعطي التفاتة حقيقية للمجموعة الوطنية هوات، لأنها هي القاعدة الأساس اللي كانت تبنى عليها منتخبات وأندية الصفوة. بالنسبة اليوم راني اللي بغيت نقول كلمة بأن رئيس الصحراء الحمد لله حقت وكانت عندها رهان، وحقته اليوم شخص مولود جف اللي أصبح عضو جامعي يمثل الصحراء، ونتمناو باش لما لا يكون عندنا شخص اخر، ونتمناو من مولود جف انه يسهر على الهوات في المغرب كامل وفي الصحراء خاصه. وشكرا. شكرا مديدي. شكرا لك. شكرا لك وشكرا الاخ طارق الصقاع. شكرا. سالي بطل كتمثل الفريق قدر السوس، واش الطموحات يعني داكشي اللي كنتو كتمناو اجواء باش دار الجمع العام الاستثنائي، واش كان في مستوى الانتظارات ديالكم كفريق ديال الهوات و17 مندوب اللي داروا فيكم ناس الهوات الثقه باش توصلوا الصوت ديالهم؟
شكرا سي طارق. اولا كانت النجاح سوس ماشي هدر سوس، نجاح سوس كانت الانديه ديال عصبه سوس لكره القدم. كان مجموعه ديال الهوات 17 اللي مثلنا، كنظن اننا دخلنا في واحد المرحله مهمه، واحد المرحله تاريخيه اللي كانت كتفصل بين واحد المرحله اللي مضات بالايجابيات ديالها والسلبيات ديالها، وان شاء الله غنمشيو للمستقبل. كان الاجماع ديال جميع الفرق الرياضيين على واحد هذه اللائحه وعلى الشخص ديال فوزي القجاد، اللي كنتمناو انه كهوات نكونوا في مستوى الحدث ونخرجوا بالعصبه الوطنيه ديال العصبه ديال الهوات، ونوضعوها على اسس متينه وعلى اللي بامكاننا اننا نمشيو بالفرق ديال الهوات الى الامام ان شاء الله. كنتي تصور كفريق ديال سوس كاين شي مقترح غتحاولوا تعطيوا العضويه الجامعيه سي مولود وسي اسماعيل، شي مخطط كعصبه يمكن شي مقترح شي خارطه الطريق تقدروا نتوما تدليو بها في هذا الاتجاه؟ ان شاء الله غادي نجتمعوا مع الانديه ديال سوس وغنوضعوا واحد تصور واحد الخارطه الطريق اللي من الان اننا كانديه ديال سوس كنشوفوا المستقبل ديال الفرق الهوات بواحد العين واحد الاطمئنان في الظروف الراهنه، وخصنا غير نكونوا في المستوى، وان شاء الله غادي تكون غادي انديه الهوات يطلعوا للفوق ان شاء الله. شكرا سي البيضي، بعدا كنهنئوك على المنصب كعضو جامعي، هو تكليف ماشي تشريف. انا عارفك قسم الثاني، ما تمناوش انك تنزل القسم المظالم، لان انت عارف مريتي منه وعارف اش طاري فيه. الهوات يعني اوراش كبيره، يمكن اكبر يعني فئه غتستافد من الاوراش هي 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 فريق الهوات، واكيد انك عضو جامعي وخا كتمثل فريق القسم الثاني غتدافع بقوه على على فريق الهوات. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك سي طارق، وكنشكرك اللي تحتي لي هذه الفرصه باش ندوي تاع الهوات، لان انا نتقاسم نفس الهموم وكنتقاسموا نفس غير كيتفاوت بعض المسائل، ولكن احنا الحمد لله في مستوى واحد، فربما يعني المكتب الهاجس ديالو هو الهوات، وراه الشتيم دابا في الجمع العام هما اللي كيشكلوا الاغلبيه الساحقه. 17 مندوب كانوا ديما كيحضروا في الموعد، وكلمه وحده شفنا يعني الهوات كانوا محترفين في التحركات ديالهم في هذه الجمعين هذو. لا وكنشكرهم بعدا على الطريقه اللي تعاملوا بها اليوم، وكيفاش تفهموا باش دزنا بالنمط، يعني دزنا بالتصفيق، وراه اشاد هذاك ديال لافيفا اشاد بالجمع العام وحتى الكيفيه اللي داز بها الجمع العام، فنهني انفسنا من هذا المبر ونعد ان شاء الله للهوات بانه ان شاء الله غادي الامور غادي تتحسن ان شاء الله مستقبلا. اوراش كبيره غتفتح في المكتب الجامعي، وبعدا كنبغيو ننؤك على دخولك كعضو جامعي، هو تكليف ماشي تشريف، يمكن الاهتمام بشكل كبير المادي والمعنوي غيمشي لفريق الهوات اكثر من اي من من من, من اي اقسام اخرى. شكرا سي طريق، في البدايه بغيت نتقدم بالتهاني الخالصه لجميع الرياضيين على هذا اليوم التاريخي اللي كنعتبروه يوم تاريخي في مسار كره القدم الوطنيه، وهو فرصه ايضا لننكب جميعا على تمحيص اوضاع كره القدم لبلادنا، وبالتالي اعتقد على اننا جد مستعدون لخدمة الجميع ولخدمة الصالح العام، فنحن مستعدون لخدمة الجميع بالشمراتيب الأندية سواء على مستوى القسم الوطني الأول أو الثاني أو الهوات أو العصاب، نحن سندبر شؤون كرة القدم الوطنية وليس أن ندبر فريق أو قسم من أقسام. أعتقد على أننا جد سعداء كذلك بالانسجام التام الذي حصل على تهيئ هذا الجمع العام الذي أعطى صورة مشرفة لكرة القدم أمام ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم وممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. شكرا سي عبد السي سي بي. هذه خطوة أولى، ولكن اللي جاي هو اللي كبر، لان كاين لجنه مؤقته ديال الهوات اللي غتتبع من بعد عصبه وطنيه ديال الهوات، كاين تكوين لجان، دينا نسمعوا 17 كاين كولاسه كاين اتجاهات تقسمات ما تقسماتش، واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ لحد الساعه حنا باقا 17 هي 17 جات متحده، وكنا البارح ما
16 ولا داك غير 16 سي بن صغير انا حتى هو بغينا ولا كرهنا فعاليه قدره خصنا ما نفرطوش فيه حنا بالخصوص خصنا نكونوا تلاميذ ديال سي بن صغير لان عطى الرياضه ومازال يعطي الرياضه تنقول لك حنا 17 ما تنقصيوش سي بن صغير لان ضروري الفرد يدوب في وسط الجماعه حنا مازال ما اتفقناش وجلسنا مجموعين من مورا خاض الشرعيه المكتب الان نجلسوا واللي اتفقوا عليه 17 غتكون الشكل الرسمي ما كنا كانت دردشه كانت ميولات الاخوان لكن الان غنبركوا كهوات رسميين بالمطالب كيف السيد الرئيس قبل وعدنا قال لك باش الهوات سيروا روسكم بروسكم تعطوني انا ندعمكم وانتم تعطوني اش غتدعموا الفرق الهوات حنا ماشي 17 ديالنا 17 ديال 97 غنرجعوا حتى ل 97 شوفوا اقتراحات ديال 97 وحنا نحاولوا كيف هذيك 97 عطاتنا كيف اللي صوت علينا اللي ما صوتش علينا لكن حنا الان ديال كل شيء تنمثلوا كل شيء لما فيه صالح الهوات هذا هو اللي بغينا يعني الا كان شي مقترح يعني كنظن يمكن اكبر جوج نقاط تتكلموا عليهم هو مشكل الدعم المادي الرفع منه والبنيه التحتيه يعني كنشوفوا ملاعب لا تصلح كرة القدم والدليل مثلا الملعب ديالكم نتوما ملعب ديال الدروة ملعب غير صالح واش غتشوف هذا الاتجاه ديال جوج نقاط اللي هما نقاط كبار اول نقطة لان كاينة امور استعجالية امور استعجالية ديال هاد السنة هاد السنة الفروق راه في ازمة مادية خانقة وطلبنا من السيد الرئيس بمودة وهذا باش غادي يشوف هاد القضية منحة ثالثة منحة إضافية ضرورية لأن الفروق كلها مضرة عاد من بعد تنشوفوا باش يكون برمجة حقيقية على أسس حقيقية لأن المجالس البلدية ما عندها شيء نفس المعايير كاين اللي ما تدعموش الجامعه لكن المجلس البلدي عنده مداخل كبيره وعنده شركات تعطي هذا انت كتمثل عصبه الطربيضه الكبرى ولكن انت رئيس فريق فتح سباته اللي كيعاني للاشاره يعني على مستوى النتائج حسينا كاين اتجاه كبير نحو دعم فرق الهوات والعصاب اكثر من اكيد يعني كاين المنتخب الوطني ولكن يمكن كاين الكلام وكلمه هوات ذكرات يمكن اكثر كلمه ذكرات في الجمعين بجوج لا الاول ولا الثاني وكما تعلم الجميع اولا كنشكرك على الاستضافه وعلى التتبع ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بالكره الوطنيه وخصوصا الهوات وبرنامجكم المتميز في هذا الباب. ثانيا كما قلتوا بانه هذا تكليف اكثر منه تشريف الان حنا وصلنا بعد ما الجمع العام عطى الضوء الاخضر اللائحه اللي كيتراسها الاخ فوزي القجع. كان هناك تعاقد مع الأندية مع العصب وكان هناك دفتر تحملات اللي هو اللي مشينا عليه واتفقنا عليه الآن يجب التطبيق ديالو وهذه كنقطة أولى فيما يخص الكرة المحلية يعني الهوات العصب الفرق درجة النخبة إلى آخره النقطة الثانية والأساسية اللي كيتسناوها المغاربة جميع وهي مسألة ديال المنتخب الوطني كما تجمع تعلم الجميع بأننا مقبلين على تنظيم كأس الأمم الإفريقية وكأس الأمم الإفريقية في بلادنا ما خصناش نكونوا كما تيقولوا فيغيرون احنا خصنا نكونوا في اليوم خصها تبقى في المغرب وغادي نكونوا احنا كلنا أمل وإرادة وعزم باش هاد الكأس تكون عندنا في المغرب ونتمنى يوفقنا الله ونهار نديوه جبد هذا التسجيل اللي قلت لك غنديوه ونكونوا دينا ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو ملعب الأمل بالرباط كان على موعد مع مباراة يمكن نعتبروها مباراة سد كتجمع بين الجريحين اتحاد يعقوب المنصور والمنتعش أخيرا على مستوى النتائج نهضة الكارة فريق الرباطي غير كيخرج من محنة كيلقى راسه أمام محنة أخرى آخر المحن هو غياب ملعب قار لإجراء التدريب والمباريات احنا اول كنلعبوا في يعقوب منصور احنا الان كنتواجدوا في يعقوب منصور لان الملعب ديالكم اللي معروفين به يعني الملعب ديالنا كيتسنى النوبه ديالو باش يعاود يتصلح يعني العشب ولا في حاله العشب بحاله يرسلها
وكنظن على انه يتواجد في اللائحه التي يعني من الملاعب اللي غتخضع للتعشيب والاصلاح. وانا على ذكر العشب الصناعي فانا ضد العشب الصناعي، الفيفا كلها ضد العشب الصناعي، العشب الصناعي غير صالح للاعبين وحتى بالنسبه للفرق اللي كتلعب في القسم الوطني الاول في الاحتراف تشكو من هذه المعضله، لان هذا الغازون ارتيفيسيال لا يصلح لشيء يعني بحاله بحال الملاعب اللي والداري المباراه الرجاء البيضاوي وجمعيه شي اضافه لك اضافه انا كنظن كجميع الفرق يعني احنا كمشاركين تنشطوا البطوله، عندنا مباراه، عندنا ثلاثه المباريات متتابعه، عندنا اليوم في عقوب منصور وعندنا نهار الاربعاء في عقوب منصور وعندنا نهار الاحد في عقوب منصور، تيخصنا ننتصروا في ثلاثه المقابلات باش نضمنوا المكانه ديالنا وفوق طاقتك لا تلوم. على مستوى النتائج فريق اتحاد يعقوب المنصور كيدير سبور الترتيب، وفي حال خسارة هذه المباراة غادي يخطو خطوة مهمة نحو الأقسام الشرفية. ما تنقولوش ماتش براج، إنما مقابلة مهمة تتهمنا في النقاط ديالنا باش نصعدوا في الترتيب، ولهذا فإن الفريق ديالنا الغريب في الأمر ديالو بأن اتحاد يعقوب منصور له واحد الشباب يعني صاعد وشباب في المستوى اللي تدخلهم النتائج، انما الان حنا تنركزوا على واحد ثلاث مقابلات اللي عندنا اليوم واللي عندنا يوم الاربعاء والاحد المقبل باش ننتصرهم باش نخرجوا ونصعدوا في الترتيب ديالنا. وما تنقولوش بان مقابله براج، انما مقابله اللي حاسمه بالنسبه لنا لا في الترتيب ولا لهم هما كفريق ديال اللي غادي يلعبوا مع هاد الناس اللي جاو عندنا ترحبوا بهم باش ما يعرفوش بان مقابله براج خصنا نكونوا واحد المقابله اللي غنلعبوا فيها كره القدم الانيقه. كما قلتي مقابله سد، مقابله مصيريه ما فيهاش غلط، نتمنى وتكون نصيبنا باش نسيروا المقابلات الجايين بواحد الاريحيه وواحد الثقه في النفس. كتشوفوا انتصار ولا؟ هو ضروري كتلعب في الميدان ديالك، راه ضروري خصك تلعب على الانتصار، كرة القدم فيها التعادل والانتصار والهزيمة، ولأن احنا ضروري ما عندناش من غير انتصار ما كاينش حل لنا مع الفرق اللي كتلعب على النزول دابا. نتمناو تكون هذه هي الانطلاقة من هذه المقابلة هذه. فريق نادي الكارا واللي ظل كيعاني من بداية الموسم انتعشت نتائجه مؤخرا، خاصة بعد قدوم الإطار الوطني مصطفى مزمار واللي حقق انتصارات بالجملة خارج وداخل الكارا. سي مصطفى مزمار من التكوين المهني نادي الكارا، نادي الكارا قلتي ايوا نبدلوا واحد شويه يعني من بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون علاش ما بقيتيش في التكوين وعلاش بالضبط نهضر الكاره؟ هو كنعرفوا بجوج عندهم مشاكل ماديه، هو في الحقيقه نقول لك واحد المساله في حال هذه الفرق هذه محتاجه لبعض الاطر اللي تاثر شي شويه ولي تعاون، حيت نبقاو ديما الفوق نقدروا نقولوا بان راه كنقتلوا الكره لتحت. اللهم المدرب يضحي شي شويه بوقته بشي شويه ديال لي ديبلاسمون لعل وعسى باش حتى هذه الفرق تستافد شويه منها سيرتو سو لو بلون تكنيك سو لو بلون تكتيك. غير ماديا انت ما استفدتيش، لان كنظن يمكن لا تنظن بان ما انا كنقول بان ما حسن وي حسن. حنا في الحقيقه نقول لك واحد القضيه، الاطر ديال الدار البيضاء بوست الدار البيضاء باستثناء الوداد والرجاء مضيعين، مطرب الحي حتى من الجانب المادي راه حنا ضايعين، ما كاينش ياك اللي كتخرج على الاقل الناس كتعرف بحق لو روندمون ديالك. الرحيم باش ما نكثروش عليكم، انتوما ما ديوهاش في الكام، حنا داخلين نلعبوا مقابله، انا ما نديرو حنا هذه المسائل اللي زايد. فاللي بغينا نعلمكم وهو ان راه عندنا ثلاثه المقابلات من اليوم حتى نهار السبت، اذا ثلاثه المقابلات يمكن لكم تريكيبيرو فيها جميع ما ضاع في المباريات لازم، يعني العمليه حسابيه ديال ثلاثه المقابلات، يعني السبت والسبت الجاي ان شاء الله اذا ربحتوا ثلاثه المقابلات عندكم 90000 ريال 30000 ريال الماتش.
بداية المباراة عرفت أولى فرص التسجيل المحليين، لكن رأسية مهاجم يعقوب منصور لقات القائم. رد فعل الزوار كان سريع لكن ماشي فعال. عموما الشوط الاول عرف مستوى جد متوسط رغم توفر ظروف اللعب الجيد. مع بداية الشوط الثاني غادي يعلن الحكم عن ضربة جزاء لا غبار عليها لنهضة الكارة رغم احتجاجات لاعبي اتحاد يعقوب منصور. ضربة جزاء تقدم لتنفيذها جمال بوشفيرة وعطى من خلالها هدف التقدم للزوار. رد فعل اتحاد يعقوب منصور جاء دقيقة من بعد بواسطة محمد يعيش. لكن دقيقة 72 غادي تحمل أحد أجمل أهداف بطولة الهوات على الإطلاق بواسطة عبد الغني عبد الفاضل واللي استغل خروج حارس مرمى اتحاد يعقوب المنصور. هدف بقى صامد إلى حين إعلان الحكم عن نهاية المباراة بفوز مستحق وثمين لنهضة القارة خارج ميدانه. المباراة كانت متناول ديالنا، استغلينا ما استغلناش بزاف الفرص اللي جاونا، ما نتاحونا بزاف الفرص كنا نماركيو، وبعد التهاون ديال اللعابه جات واحد الكونتر لاطاك اللي كنا صافي حطينا يدينا ما عندك ما دير. كنتي خارج خارج شويه كنتحمل المسؤوليه كنتفكر ديك الساعه ملي لا ما اصلا ملي كتكون ليكيب اون مونتي كتكون انت اون مونتي جات مفاجاه ملي كتكون ليكيب تسنيتيش ان تسنيت ان اللاعب انه غادي يضرب ذاك لافراب. كنظن انا هذا الهدف راه اوروبيين كنتفرجوا في دوريات كبار العقوار كبار قبل لا سومي بروشين اسم باشي اللي كتماركي بيش نفس طريقه تماركا في ليكيب كوار شي في كره القدم وارد خسران صعيب شويه باقي الرتبه ديالكم شويه كما احنا في حاله مزيره شويه وكنتمنى ان شاء الله نداركوا الوقت على مقارب ان شاء الله. خا البريم كان كنتم موتيفين مزيان الحمد لله كان السيد الرئيس كان موعدنا بالبريم مزيان وما كتابش غير بطوله طويله مازال ان شاء الله مازال نقالوا لي ماتش ان شاء الله ان شاء الله شكرا الله يوفقكم. الانتصار غادي يجعلنا ان شاء الله غادي نكونوا في وسط الترتيب لان انتصار التالي على التوالي بعد جوج انتصارات في الميدان تاعنا، وان شاء الله بهذا الانتصار غادي شويه نتنفسوا ونلعبوا اليز ان شاء الله باش نكملوا ما تبقى لنا من المقابلات. المزمار اش بدل في الفرقه؟ شفنا ملي جا مزمار بدينا كنشوفوا فرقه اخرى. وصراحة المدرب مزمار مصطفى مزمار لأنه شحن الدراري والعمل تاعه عمل جدي ما كانش ركز مزمار شنو هو التاكتيك الفيزيك مزمار ركز على لأنه كان على العامل البدني بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية حفز الدراري قال لهم هادشي بأن المقابلة راه باقا وحتى حاجة ما كاين وملي جا هو إن شاء الله الأمور تقادت.